أيام قليلة تفصلون عن استقبال أولى الشحن من اللقاح المضاد لكوفيد-19 ومن ثم شروع في عملية التلقيح التي شرعت المصالح الاستشفائية المختصة بجيجل في إعداد الكمية اللازمة لها. سخرنا مجموعة من الإطارات الطبية وشبه الطبية للقيام بالعملية، وأيضا سخرنا مجموعة من الإمكانيات المادية على غرار الشامبر فواد، على غرار زيس بوكس أو حافظات اللقاح، وايضا يعني راح تكون ان شاء الله العمليه راح تكون سيروره جيده. العمليه اجمالي تاع الفئات المستهدفه يبقى يعني مازال ما لا با انكور اريتي ديفينيتيفمون، ولكن ما يقلش عن 10000 يعني فرد، 30 فرقه متنقله اللي تروح للمناطق النائيه ومناطق الظل. زياده الى التجهيزات اللازمه، تم انشاء لجنه لمتابعه مخزون اللقاح من لحظة الاستقبال وإلى غاية توزيعه على مراكز التلقيح ببلديات الولاية المقدر عددها ب 143 مركزا. العدد الإجمالي هي 143 يعني على مستوى كامل الولاية، هذه لأنه بالتعريف يعني كل المنشآت الصحية الجوارية ستقوم بعملية التلقيح. فرقة لمتابعة المخزون طبعا هي في التحضير باش تحضر نفسها لاستقبال وتوزيع المخزون. مؤسسة الاستشفائية اللي وعطيناهم تعليمات لمراقبة وتقييم قدرات التخزين. توفير الشروط الضرورية لاستقبال اللقاح المضاد لفيروس كورونا من بين أهم الأمور الواجب توفيرها ضمانا للسير الحسن لعملية التلقيح.